بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أهلا فيكم في هذا المقطع لنأخذ مقدمة بسيطة جدا عن موضوع الـ Image Processing في C#. طبعا الموضوع كبير جدا، غير تاخدوه في مساقات لقدام بنوع من التفصيل، ولكن احنا بناخذ نظرة عامة على أساس يكون في عنا فكرة عن موضوع معالجة الصور. نحكي عن معالجة الصور. طب ايش هي الصورة نفسها؟ الصورة هي عبارة عن مجموعة من البيكسلز. احنا لما نفتح برنامج فوتوشوب ونحط فيه صورة ونكبر الصورة دي كتير، بنلاحظ ان الصورة بتتكون من مجموعة مربعات صغيرة جدا متقاربة فيما بينها. هذه المربعات بنحكي عنها بيكسل. طبعا كل ما كانت عدد البكسلات اكثر في الصورة، كل ما كانت دقة الصورة اعلى. هذا بالنسبة للصورة. بالنسبة لألوان الصورة، في عنا أنواع من الصورة الرقمية، انقسموا لثلاث أنواع رئيسية. النوع الأول بنحكي عنها الباينري إيمج، وهي عبارة عن الصورة بتتكون من لونين فقط، وهم اللون الأسود والأبيض. بنسمها باينري، باينري يعني ثنائي، يا إما أبيض يا إما أسود. بكون عندي شكل تقريبا زي خريطة، وهنا بكون مثلا لون أبيض، هنا أسود، هنا أبيض، هنا أسود، وهكذا. في عندي النوع الثاني من الصورة الرقمية، نحكي عنه الجري إيمج. الجري معناها رمادي، يعني الصورة بتتكون من تدرجات الأبيض والأسود، يعني بلاقي أبيض، أسود فاتح، أسود أفتح، أفتح وأغمق، وهكذا. بالنسبة للنوع الثالث، هي الصورة الملونة الشائعة عندنا، لأن الصورة الملونة كمان نفسها فيها في منها أنظمة للألوان. من هذه الأنظمة اللي هو الار بي جي. الار بي جي إن شاء الله نتعامل معاه في المثال تبع اليوم. إيش الار بي جي؟ الار بي جي اللي هو ار اختصار لريد، بي اختصار لبلو، جي اختصار لجرين. حكون لانه هذه التكوين بتتكون من ثلاث مصفوفات، مصفوفه بتتحكم باللون الاحمر، مصفوفه بتتحكم باللون الازرق، مصفوفه بتتحكم باللون الاخضر. ومن الثلاث الوان هذول بقدر اطلع باقي الالوان المختلفه بتدرجاتها المختلفه. تمام، بدمج ثلاث مصفوفات على بعض، هذول بيعطوني الالوان بنظام الار ار بي جي. زي ما غير نتعلم كمان شوية كيف نتحكم بدرجات اللون في الصورة الموجودة عندي. إذا الـ RGB هو عبارة عن نظام الألوان، بتكون من ثلاث مصفوفات أساسية. في عندي اللون الأحمر والبلو الأزرق والأخضر، هذول الألوان بندمجوا مع بعض بالآخر بيطلعوا لي التدرجات المختلفة، تمام، للون حسب إيش موجود عندي. عشان نفهم احنا ايش بدنا نسوي، بنشوف الاوتبوت تبعنا. لان يفترض نعمل على التشكيل هذا، بدي اطول صورة انا من سطح من جهاز الحاسوب، يعني احط صورة وليكن هذه. لاحظوا بدنا نخلي نغير لونها، بدي اياها يكون لونها هيك جاي احمر، لونها جري يعني الرمادي هيك تدرجات الرمادي، ولونها بلو او جرين. لو ضغطت على احمر لاحظوا اللون صار، الصوره صار احمر، جري صار لونها رمادي زي ما احنا شايفين، بلو صار لونها ازرق، جرين صار لونها اخضر. طبعا احنا اللي سويناه انه تحكمنا، مش حكينا في شغله عنها اسمها الار بي جي. هنتحكم بدرجات اللون تبعت هذه الصوره ونعرضها. لاحظوا هذا الفورم يمكن جديد علينا، أول مرة ناخذ زيه، غير نتعلم الآن كيف نعمل زيه. الآن بسكر هذا، نجي نعمل فايل، بعدين نروح على نيو، وبدي أحط بروجكت، يعني كل مرة بنختار كونسول الأبليكيشن، المرة هذه بدنا نختار شغلة اسمها الفورم. فورم اللي طلع لنا بشوية نحكي عنه فورم، ويندوز فورم ابلكيشن، النافذة اللي طلعت من شوية بنحكي عنها فورم، تمام. فإذا أول إشي اللي هو هذا خيار مش معهود بالنسبة لنا، لكن إحنا بدنا نعمل الآن فورم، عشان هيك اخترت ويندوز فورم ابلكيشن. الآن ممكن تسمي هذا الفورم، بس بدك تسميه ايمج بروسيسنج اختصارها مثلا، الاسم اللي بتحبيه. نستنى ما يعمل مشروع create،
شايفين النفذة اللي طلعت هذا بنحكي عنه فورم اللي بنحطه داخله، اللي هو البوتونز اللي الأزرار اللي بنضغط عليها والصورة كيف طلعت، هذا بنحكي عنه الفورم. عشان هيك احنا اخترنا انه بدنا فورم. تمام. الآن في عندي هان على جنب شريط، وعلى جنب هان في شريط، ممكن تكون مش ظاهرة عندكم بس هي غالبا بتظهر. إذا مش ظاهرة بتروحوا على فيو، بعدين اللي هو التول بوكس، تمام، بيظهر لكم هذا. اوكي، نبدا الشغل الان. الان بدنا نحط زي ما شفنا احنا في المثال، في عندنا كان بوتوم، هذا بنحكي عنه بوتوم، اللي هو الزر اللي بدي اضغط عليه. الزر الاول هذا كان اسمه اوبن، اللي هو بيفتح الصوره. بدي كده اعيد تسميته. ايوه، بدي احاول ازيحه هنا شوي. هيك او خلي هيك. الآن بتيجي بالزر اليمين، ممكن تكون ظاهرة عندك هذه غالبا. إذا مش ظاهرة بالزر اليمين تيجي على Properties، بنقلك على هذا. شايفين على ما هذا أزرق، بدي أحكي له إنه هذا بدي إياه اسمه، الاسم الظاهر للمستخدم، بدي أحكي له Open. Open، تمام. والاسم في اسم برمجي والاسم ظاهر. هذا اسم برمجي، بدي أقول له البيتي أن Open، تمام. هذا بنحكي عن الاسم، هذا غير استخدمه وقت في البرمجة. لكن الاسم اللي فوق هاد اللي قبل شوي غيرته انا، وين راح؟ هذا اسم اللي بده يظهر للمستخدم، اللي اسمه open. هذا الاسم اللي بده يظهر للمستخدم، هذا كتب على البرمجة. بتعمل كمان زر للجرين وزر للبلو وزر، نعملهم هدول button برضه. بدنا هنا بدي اسميه وليكن، هذا بدي اللون يكون ريد، انه المستخدم يقرا ريد، يضغط عليه ويصير ريد، الصوره تصير ريد. وبدي اغير هذا طبعا الاسم تبع الشكل هاد تبع الديزاين، اي ريد، عفوا هذا الاسم البرمجي، بدي اسميه بي تي ان ريد. وهي الاسم اللي بيظهر للمستخدم اللي هو يكون ريد، لون احمر. وبدي اعمل كمان بوتون للون الجري اللي هو الرمادي، بسحب هيك، بنحرك نكبر الحجم. بدي اياه هذا يكون لونه جري يعني رمادي. وتحت بدي احكي له اسم البرمجي اللي هو بدي اسميه بي تي ان، بي تي ان جري. تحطي الاسم اللي بدك اياه، طبعا انت حرة، بس الاسم بدك اياه يكون معبر عن طبيعة عمل هذا الزر. وبدي اختار كمان بوتون للون، ايش حكينا احنا، الاخضر. بدي اضغط عليها هنا احكي له اسمه بي تي ان، هذا الاسم البرمجي خلينا نقول جرين، لون اخضر. والاسم اللي بدي يظهر على الشاشة للمستخدم بدي احكي له اسمه جرين، تمام. الآن في عندي اللون الأخير اللي هو اللون الأزرق بلو، بدي أحكي له هنا اسمه الظاهر بلو، والاسم البرمجي تبعه بي تي ان بلو، تمام. بعدين في شغلة اسمها عندي البيكتشر اللي هي بتعرض الصورة. شو في صورة انعرضت، كيف بنعرضها؟ في عندي بيكتشر بوكس، نسحبه هنا، بدي احاول اكبر الحجم هيك، تمام، وبدي ازيحه شوي. تمام، كبر الحجم. بدي أعطيها اسم، اسم برمجي نسميها بيك أوريجينال يعني الأصلية. تمام. وبدي أجيب كمان بيك بيكتشر بوكس كمان واحدة. هلقيت هذه لما أعمل أوبن تظهر فيها الصورة، وهذه
وكيف تظهر لما انا اغير على الصورة. بدي كمان واحدة، يعني بدي بيكتشر بوكس، نضيف كمان واحدة. صعب هنا، نعمل كمان صعب هنا، نكبر تمام هيك. بعطيها اسم برمجي وليكن اسمها بيكتشر، بسميها بيك افتر. افتر يعني بعد التعديل. تمام، الان بدنا نكتب الكود. لاحظ انا قلت لما تعمل تشغيل البرنامج شايفين كيف بظهر، بس لسه قلت لما تقطع هذه بعملش شيء، لسه لما حطيتش اكشن على هذا البوتون، لسه بدنا نبرمجه زي هذا شوي لهنا. تمام شوي، يعني كيف نعمل برمجة للشغل تبعنا؟ كيف حابة حابة نضغط أول شي على الأوبن، هذه بضغط عليها دبل كليك، طلع ايش طلع لي؟ طلع لي كود. هذا الكود معناها لما تضغط على البوتون ايش تصير. هذا الحالة بدنا نحكي له انه بده يفتح، يعطيه هيك خانة اختار ملف. صح، في عندي شغلة اسمها الاوبجكت، او عفوا اوبن فايل دايلوج. هذا بدي، هذا كلاس بدي اعمل منه اوبجكت اوبن فايل دايلوج، بدي اعطيه اسمه ليكن اوبن فايل. تمام، ايش بدي اساوي؟ بدي اعمل نيو اوبجكت حكينا، فبدي اقول له نيو اوبن فايل دايلوج، نسكر نفتح القوس ونسكره. بعد هيك انا هيك عملت اوبجكت، الان بدي احكي له اف اذا كان الدايلوج لوج ريزلت دوت اوكي. ايش يعني دوت اوكي؟ يعني المستخدم والله حط الملف تساوي اللي هو الاوبن فايل الاوبجكت هذا، حطي اسم بدك اياه اوبن فايل دوت شو دايلوج. في هذه الحالة ايش بدي احكي له؟ عفوا هنا فيش واسطة مربوطة، افتح قوس طبعا لانه اف مسكره. في عنا خلل اللي هو هذه الشو دايلوج، في لها اقواس طبعا لانه هذه عبارة عن function. تمام، او دالة يعني. الان اذا كان فتحها او تمام وانه حصل على الصورة، في هذه الحالة بدي اقول له انه سلمها لمين؟ سلمها للموجودة هنا عشان تنعرض. هذه ايش اسمها البرمجة حكينا؟ اسمها اللي هو image original صح، او picture original. هذه اسمها picture original. تمام، فبهذه الحالة بدي احكي له this dot، هذا this ان شاء الله غير نتعلمها لقدام في مساق قدام، بس حطوها هذه حاليا this dot picture original. تمام، اللي هو هذه عشان تظهر على الايقونه. قلت للمستخدم حمل الملف، طب بدي اياها تظهر هان تنعرض، فلازم اقول له this dot picture. البيكتشر قديش بتساوي؟ دوت ايمج يعني الصوره اللي جواها، دوت ايمج بتساوي نيو بيت ماب. بيت ماب اللي هو عشان يظهر لي الصوره الموجوده عندي، نيو بيت ماب. وهنا بدي اسلم له اسم الصوره اللي بدي تنعرض، بقول له اف فايل اوبن فايل دوت فايل نيم، اسم الصوره اللي بدها تنعرض فايل نيم. هاي فاصله مربوطه. تمام، اذا نراجع كمان كمان مره شو عملنا، هي كنترول اس، ضغطنا على هذا دبل كليك. تمام، حكينا له خلي يعني لما نضغط المستخدم على هذا الزر يعمل اوبجكت من شغله اسمها اوبن فايل دايلوج عشان يظهر للمستخدم اللي هو خيار اختار ملف. تمام، اذا كان اوكي الامور ورفع المستخدم ملف، بدي اعرض الصوره هذه، طبعا ملف نوع صوره، بدي اعرض الصوره هذه على الشاشه هنا. فبدي احكي له this dot picture original اللي هو الاسم البرمجي لهاد، حسب الاسم سميتي لهاد، سمينا ايش؟ picture original. هنا سمينا picture، مش هذه، لا هذا picture original. تمام، dot image خزنا فيه الصورة اللي هو new
بتماب، حكيتنا هون اسم الملف. ممكن تلاحظوا الكود شوي غريب وفي شوية تفاصيل احنا مش علينا من التفاصيل، المهم تفهموا المبدأ العام. تمام. هلا ممكن برضو احط له قيود، لان حكيت بدي ارفع بس صورة، احط له قيود انه يكون الصورة مثلا تكون صورة يعني. سيبونا من هذه شوي، سيبونا منها. تمام. الان لو عملت تشغيل الكود نشوف ايش صار عندنا. لاحظوا هاي الكود اشتغل وحكيت له open، خلاني مكنني اني افتح اللي هو على الملفات الموجودة عندي. لو رحت مثلا على الديسكتوب اختار صورة، اي صورة يفترض تنعرض هنا على المستخدم على الشاشة. بدي اختار صورة عشوائية كم وليكن هذه، نعمل open الا اذا في خلل طبعا. اوبن، علق شوي، ممكن يكون في ران تايم ايرور، ممكن اذا علق نجي هنا بالزر اليمين ونخلق الفورم كله. كلوز ويندو، نرجع نشغله تاني. خلينا نحل المشكلة هذه، بدي اعيد تشغيل برنامج وارجع اشغل البرنامج تاني. الآن بدي أختار صورة عشوائية، وليكن هذه مثلا. تلاحظوا عرض الصورة موجودة أمامنا، ما فيش مشكلة كان في الكود بس البرنامج كان معلق. تمام. إذا علق عندك بتعيدي تشغيل البرنامج. هذا خلصنا يعني من الخطوة الأولى، إنه أنا أخلي المستخدم يدخل لي صورة على النظام ويعرضهم. الآن بدنا لما نضغط على ريد يصير هنا ريد، جراي يصير جراي، جرين يصير، وهكذا. بدي أعمل دالة أنا شوي، نصبر عليه شوي كمان، شكله علق كمان مرة. بدي أعمل دالة. الآن بدي أضغط على الأوبن هذه ضغطتين، بتيجي برا هنا في أي مكان، بس المهم تكون مش داخل دالة. هدول هذه دالة بديش أكون داخلها، بدي أجي في أي مكان. بدي اعمل دالة بتغير الكلر، بدي اقول له public. عارفين ايش يعني دالة صح؟ دالة بتعمل مهمة معينة واللي هي تغيير الكلر. خلينا نقول بترشح بوليان، بدي اسميها change color. تمام. الان هذه الدالة علشان تشتغل بدي يلزمها ايش؟ الصورة، الصورة بتجي له على شكل bitmap. بيت ماب ليش؟ اللي هو خلينا نقول صياغة، علشان أنا أمسك الصورة بيكسل بيكسل، مش تعادل على لون الصورة، فبدي أمسكها بيكسل بيكسل. أقوله هنا بيت ماب، هذا نوع متغير. تمام. من نوع بيت ماب بدي أسميها هنا بيت ماب. الآن حكينا لقيت إنه نتعامل مع اللي هو منظام الآر بي جي. تمام. في عندي آر درجة اللون الأحمر ودرجة اللون الأخضر ودرجة اللون إيش الأزرق، فبدي أخليه عشان أأثر على هذه الألوان. تمام. بدي أمرر له اللي هو خلينا نقول درجة معينة وليكن هان، بقول له هان إكس، بدي أعطيه قيمة افتراضية وليكن فاصلة 0.3. فاصلة. طب هذه كمان مرة، هذه تتحكم حلقتها غير تتحكم بدرجة اللون الأحمر. تمام. بدي أخلي المستخدم يبعث لي إياه قديش الدرجة بدك إياها. إذا ما بعتش بعطيه قيمة افتراضية دبل. هذه بتتحكم الآن الواي، تتحكم بدرجة اللون اللي بعده اللي هو ممكن جرين أو بلو. تمام. واي بتعطيه قيمة افتراضية فرضا 0.3. برضو عندي دبل، نكبر الخط شوي أنا. تمام. في عندي دبل، اللون الثالث زد يساوي وليكن 0.3. تمام. هذا الكامر ايش حيساوي؟ حيساوي اللي هو تعديل على درجات اللون الموجودة عندي في الصورة. طبعا هنا معطيه ايرور لان لسه مش عامل الريتين، هذا عارفين المشكلة. الان لاحظوا عندي زي ما شفنا بالرسمة انه هذه زي كانها مصفوفة ببعدين صح؟ هاي البعد السين هيك وهي الصاد هيك، فبدي الف فور لوب عشان اصل البعدين. بدي اعمل لوب اولى تصل اللي هو عدد الصفوف، تقولوا هون انتجر i تساوي بالبداية 0
وبعدين الاي اقل من ايش؟ اقل من الصورة دوت ايش؟ دوت ويدث، مش الويدث اللي هو بمثل هذا، طلع خلاص هذا الويدث اللي هو العرض انا قصدي. بدي اقول بتوقف عند مين؟ عند الصورة دوت العرض، الصورة ايش اسمها؟ بيت ماب، بيت ماب دوت الويدث، هذا بتوقف هنا. بقول له هون الاي زائد زائد، وفي عندي لوب كمان داخلي يتصل للاعمده اللي هم هذول، هاي الاعمده الوقفات دول اللي هو بيمثل ايش؟ الطول. تمام، فهم بدي احكي له فور داخليه كمان، بقول له فور انتجر زد وليكن، لا في عندي زد هنا مثلا يو يساوي صفر، واليو بتوقف لما تصير البيت ماب اقل من بيت ماب دوت هايت، هذا مثل عدد الاعمده حكينا، واليو بدي اقول له زائد زائد. لما ندخل على الشغل جوا نغير اللون، اول شغله بدي انا امسك البكسلات صح. انا ليش عملت فور لوب تنتين؟ عشان انا امسك بكسل بكسل واثر على لونه، اغير على لونه. فبدي امسك البكسلات كيف؟ بحكي له هنا في شغله اسمها عندي بدي اعرف متغير من نوع color، متغير ايش نوعه؟ color. احنا كنا هنقول مثلا integer color مثلا، بس لا هالمره هذه مش نوع integer، نوع color. نقول هنا color، color يساوي الان بدي اطلع البكسلات، بدي اقول له bitmap dot get pixel. جيت بيكسل هذا بتطلع لي البكسلات. طب وين واقفه؟ عند الاي و اليو، فهذه عند الدوره الاولى صفر وصفر، حترجع لي البكسل الاول، بعدين صفر واحد صفر واثنين وهكذا لحد ما يخلص كل البكسلات الموجوده في الصوره. تمام، هيك احنا جبنا ايش؟ الكلر. الان من اللي طلعته هذا بدي اطلع كلهم على حده، مش في لون احمر وفي لون، في لون بلو وفي لون جرين. بدي اعرف ثلاث متغيرات، انتجر هذا الريد اللون الاحمر بدي اطلعه، هلقيته من الكلر، لقيت الكلر هذا مخلوط فيه ثلاث الوان، بدي اطلع كل لون على حده او كل درجه لونيه تقريبا، هو عباره عن كلر دوت ار، هذه بترجع لي اللون الاحمر. تمام، الان بدي لون ثاني الانتجر ار، ايه عفوا لقيته، بدنا نختار اللون البلو نرجعه، بدي اقول له كلر دوت بلو اختصارها بي. في عندي انتجر اللون الاخير جرين، بقول له color dot green اختصارها الجي. تمام، ايه عفوا ده color small letter اللي هو نفس الاسم اللي هلا لازم يكون. طيب احنا طلنا الالوان هلقيتها، بدنا نعدل عليهم، بدنا نعدل عليهم، فبدنا هاند عارف متغير جديد ويكون انتجر. تمام، بدي اقول له color مودي فاي، تعديل على الكلر يساوي اللي هو بده مش المستخدم هنا مرر لي الدرجه اللونيه اللي بده يغير عليها. فهنا بدي احكي له انا اكس هذا الدرجه الاحمر بدي اضربها في الدرجه الموجوده في الاحمر الموجود، زائد واي في الدرجه، مش حكيت الواي هذا بيتحكم بدرجه الازرق، بدي اقول له واي في البلو البي، زائد مش الزد هذا بيتحكم بدرجة الجرين، فتقول له زد في الجرين. الآن هيك طلع لي المزيج الجديد تبعي، بس هذا لاحظوا في عندي دبل هان صح؟ في عندي دبل، وهنا انتجر مينفعش، فلازم أعمل له كاستنج، كاستنج بالانتجر. بس برضو كمان الصورة الحجم بيكون بايت، فبالتالي لازم أقول له هان حجم البايت. تمام؟ عشان يتلافى مشكلة مستقبلية ممكن تصير معنا، هاي فصلة مربوطة وهذه بدي امسحها زيادة. تمام، فإذا اللي عملته هنا لفيت على الصورة هنا بيكسل بيكسل وطلت اللون، كل لون ضربته في الدرجة اللي بده اياها المستخدم. الصورة هذه البيت ماب دوت دوت ايش؟ ست بيكسل، ست البيكسلز في اللون الجديد. فبدي امرر له الاي والابعاد يعني واليو، وهنا بدي امرر له النظام اللوني الجديد اللي انا حطيته اللي هو عن طريق الكلر دوت فروم ار اي ار جي بي، نفتح قوس وهنا بدي امرر له الدرجات اللونيه اللي هو اسمه موديفاي
موديفاي كلر، ممكن نسميها دي موديفاي كلر، هاي اللون الأحمر الجديد، وهاي اللون وهاي اللون اللي بعد. بس هذه أول حرف كابيتال لتر، تمام. هاي الفاصلة مقطوعة. هيك أنا خزنت التعديل الفعلي للون، تمام. هاد لسه بدها شوية تعديل، بس خلينا نتأخرها شوي الآن. برضو هذه بعد ما تخلص ده لكل إشي بدي أعملها return true، عشان نروح هذا الأيرو الأحمر لازم تعمل return، صح؟ return true. هاي فاصلة مرفوضة. بعدين نستدعي الدالة هذه. بدي أول شي لما أضغط على الزر تبع الجري هذا، بدي أكتب البرمجة تبعته الآن. لما أضغط على هذا الزر إيش مالي؟ أخذ الصورة، تمام. يعني الدالة إيش بدها طلعه؟ تطلع فوق. الدالة بدها إيش؟ الصورة على شكل بيت ماب. فكيف أجيب الصورة؟ زي ما عملنا قبل شوي في هذه الخطوة تبعت الشو هذا اللي عملناه، تمام. بدي أنزل تحت وأحكي له بيت ماب، بيت ماب، وأحكي له هنا وليكن اسمها بيت ماب يساوي نيو بيت ماب. بعدين بدي افتح قوس. من وين اجيب الصورة؟ مش هي موجودة في this dot picture original، حطيناها في المنطقة هذه، تمام، في هذا التسمية. تقول له this dot picture original، picture original اللي هي هذه الصورة الأصلية، تمام. دوت ايش بدي منها؟ بدي منها الايمج، عشان عرضت الصورة. ليش عرضتها؟ عشان بالآخر أسحبها وأعدل عليها. فهذا جاب لي الصورة على شكل بيت ماب. بعد هيك بدي أمرر هذه الصورة للدالة. بدي أحكي له هنا change image، change color، عفوا change color. وش أمرر له؟ طلعوا في هذه الدالة إيش كان بدها؟ باراميتر، كانت بدها الصورة وبدها الدرجات اللي بدي أبعتها. الآن بديش أعطي درجات، هذه درجات افتراضية للجري، تمام. فبديش أعطي درجات، بدي أعطيه بس اسم الصورة. تقول له هنا بيت ماب وهي فاصلة مقطوعة. وبعد هيك بعد ما لقيت الصورة اتعدلت تمام 100%، بدي أعرضها. فبدي أحكي له ذس، مش هذه سميناها، هذه ايش سمينا الاسم تبعها؟ هذه سميناها بيكتشر افتر، صح؟ شوف هنا سميناها بيكتشر افتر، بس بيك افتر. فبعد ما انا نفذت التنفيذ تعديل اللون بشكل فعلي لما سليت هالداله، فبدي اقول له سلمها للبيكتشر افتر، بيك افتر دوت الصوره تبعته ايمج ايش تساوي؟ البيت ماب هذه الجديده بعد التغيير، تمام. الان لو عملت تشغيل نشوف ايش بيصير معنا. نعمل اوبن، وبدي اختار صورة عشوائية وليكن صورة طلعت اوبن شوي مقصوص عشان الحجم، مش مشكلة. لا لو قلت له جري، احنا لما ضغطنا على الجري لاحظوا اجى لونها شوي رمادي بس مش مبينة. خليني اغيرها انا، اختار مثلا هذه جري، اجى لونها رمادي، تمام. هاي بالنسبة للتعديل الأول. طب بالنسبة للتعديلات الثانية، الآن بالنسبة للتعديلات الثانية بسيطة ولا إشي. في التعديلات الثانية إذا ملاحظين أنا بدي أطفي، لما مثلا بدي أختار اللون الأحمر، أختار الأحمر بس، بدي أطفي الأخضر وبدي أطفي الأزرق. كيف نعملها هذه؟ باجي على الزر تبع الأحمر مثلا، بضغط عليه، تمام، بضغط عليه هنا علق الأحمر، بضغط عليه بفتح لي. بدي أنسخ نفس الكلام هذا بالضبط، كنترول سي، إنه بدي أجيب الصورة أنا، تمام. وبعد هيك بدي أسوي فيها اللي هو تعديلات. بس أنا كده أمرر له إيش؟ الآن بدي مين اللي ضغطت على الأحمر؟ بدي مين اللي تعدل؟ هنا أقول له دمر، بتقول له هنا اضوي لي الأحمر والباقي كله أصفار، تمام. وبعد هيك نفس، بس هاي التعديل بيصير. سان بصير شرط بسيط على الدالة، بدي أحكي له هنا، لأن لما أقول أضوي لي الأحمر فالإكس هتكون واحد، بدي أحكي له هنا إف إذا كانت الإكس تساوي واحد والواي والزد صفر، الواي تساوي صفر آند الزد تساوي صفر، في هذه الحالة إيش بدي أحكي له؟ بدي
اسحب هذا شوي، بدي احكي له هات الصورة اشتوي لي فيها، بدي افتح قوس من باب الترتيب، يعني مش داعي للقوس انا اسطر واحد بس من باب الترتيب. اطفي اللون هاد واطفي اللون هاد، بس ضوي لي اللون ايش، فقط اللون الاحمر اللي تضويه. تمام، هذه بدي احط اياها في إلس. تمام، مرة كمان مرة ايش صار، لان المستخدم من بعد بده لون احمر، فبدي اطفي باقي الالوان، بدي بس اللون الاحمر يكون شغال. اوكي، نعمل الان، لان نفترض لما نضغط على يضغط على الريد يصير لون عندي احمر، هاي تشغيل. بدي اختار اول شي صورة طبعا، هذه الصورة عشان حاجة ما بيجي مناسب بتوقع، هاي جري، لاحظوا اللون الرمادي صار، هاي ريد، هاي لون أحمر، لسه جرين والبلو لسه ما عملتهمش. تمام، نفس الفكرة بنعمل جري والبلو. الآن بدي أجدد الشرط، هنا نفس هذا بدي أجدده، أمسك كنترول تي واي كنترول في كنترول في، بدي احكي له else if، هنا بدي اوقف بس التشغيل هنا عشان اكتب براحتي بيشنش اخضر، بدي احكي له else if اذا كان عندي الاحمر طافي والجرين شغال والبلو مطفي، في هذه الحالة مين بدي اطفي؟ بدي اطفي الاحمر، بدي اشغل الجرين وبدي اطفي البلو. طيب اذا كان البلو مضوي اقول له هذا else، في هذه الحالة الأحمر بدي أطفيه، الأحمر بيكون مطفي والواي بتكون مطفية، ومين شغال؟ فقط اللون الأزرق، فهم بدي يصير صفر، أنا بدي يصير صفر، هذه عفوا الموديفاي بسميها سميتها الموديفاي أو كلر موديفاي، كلر موديفاي، وهذا مرر له مين؟ الكلر بعد ما تم تعديله. إذا هذه معناها شغل اللون الأحمر وأطفي الباقي. هذه معناها انه شغل اللون الاخضر واطفي الباقي، هذه معناها شغل اللون الازرق واطفي الباقي. نعمل تشغيل، بس لسه احنا ما برمجناش الاسرار، لما نضغط على الجرين يفترض مين يمرر له اللي بده يشتغل، الزر الثاني، فاهم؟ بدي اقول له ايش، كنترول في، هذه صفر، الاحمر اطفيه والاخضر اضويه، باقي وهذاك اطفيه برضه، وضغط كمان هنا على الزر البلو عشان بس يطفي كلهم وبس يشغل نفس هذه بالضبط، نسخها يطفي كل الاضواء وبس يشغل اللون الازرق، اللون الازرق هو اخر لون هنا. تمام، اللي هو بعبر عنه في الزر. لا نعمل تشغيل، بدي اختار صورة، نشوف صورة، نختار مثلا الصورة. تمام، هاي لون جري ريد، لاحظوا اللون صار عندي أحمر، جري رمادي، جرين جرين صار لون أخضر، بلو صار لون بلو. تمام، نرجع نرجع الكود كمان مرة. الآن أهم إشي أنا بالنسبة إلي الدالة هذه اللي أنا عملتها، الدالة هذه بتمسك الألوان، عم بكبر شوي وأصغر هذا أفتكر هذول، تمسك الألوان وببعث له درجات اللونية، قلت له إذا كان والله بده هو بس اللون الأحمر طفي لي باقي الألوان، إذا بده اللون بس الأخضر طفي لي باقي الألوان بس خلي الأخضر شغال، إذا بده اللون إذا بده اللون البلو طفي الألوان الباقية وشغل بس البلو. غير ذلك بكون باعت بده رمادي اللي هي الدرجات اللي احنا بعتناها هذه كقيم افتراضية. تمام، اتمنى تحضروا الفيديو اكثر من مرة، وانا الكود هذا ان شاء الله اقدر ارفقه معكم، بس اهم شيء انكم تحضروا. يعطيكم العافية.